أهلا بكم ضمن هذه الجولة الإخبارية الجديدة المباشرة من قناة العيون. دعم كبير لقضية وحدتنا الترابية ومقترح الحكم الذاتي بالأقاليم الجنوبية، هذا ما تضمنه اليوم البيان الختامي لاجتماع اتحاد المحامين العرب خلال زيارتهم للعيون. المناسبة تضمنت زيارات ميدانية لعدد من المشاريع والأوراش التموية. في المتابعة محمد مصطفى خيا ومحمد مولود من لا يخاف. بعد وصولهم مطار الحسن الأول بالعيون، شارك أعضاء اتحاد المحامين العرب بساحة المشوار بالعيون ضمن انطلاق فعاليات سباق المشي على الطريق والمنظم تحت شعار يوم بدون تدخين وبدون سيارة. زيارة وفد اتحاد المحامين العرب للعيون تأتي بعد المشاركة في اجتماع أكادير خلال 3 أيام الماضية للاتحاد، لتخصص زيارته اليوم للعيون لتلاوة البيان الختامي لدورته المنعقدة بأكادير. وتضمن هذا البيان الدعم التام لاتحاد المحامين العرب لقضية وحدتنا الترابية ومقترح الحكم الذاتي بالأقاليم الجنوبية كحل نهائي وواقعي للنزاع بالصحراء. المناسبة ثمن خلال هؤلاء عبر هذا البيان الختامي النهضة والطفرة التنموية الكبيرة التي تشهدها الأقاليم الجنوبية في شتى المجالات، سواء منها الحقوقية الاقتصادية الاجتماعية أو الثقافية. وغايتي كأمين عام لاتحاد المحامي العرب هو تحقيق هذه المشاهدة وتحقيق ومعاينة الاستقرار ومعاينة الأمن والسكينة التي يعيشها ساكنة هذه المنطقة، خاصة وأن هناك الكثير من الافتراءات والأكاذيب يروج لها البوليساريو. فأية هوية لهذا الجسد الغريب علينا كعرب؟ لهم أن يثبتوا هويتهم، فهم من المجهول وسيظلون إلى المجهول. كاتحاد محامين العرب قد تفهمنا مطالب أهل مدينة العيون، ويعني تكلمنا مع شخصيات كثيرة بالنسبة لموضوع لواء الصحراء، وأن هذه جزء لا يتجزأ من المغرب العربي، وأن نحن في الاتحاد بصدد تفعيل آليات للطلب المقدم من المغرب في هذا الشأن. الذي لمسناه وشهدناه في العيون بلدة جميلة جدا وفي عمق الصحراء، ولاحظنا أيضا هذه التوأمة هي وأكادير، والمدينتين هما جزء من المغرب العزيز حفظه الله. نعتقد أن دورنا ومسؤوليتنا تحتمنا على ذلك بالتعريف بقضية الوطنية والدفاع عنها وتبيان كل النواقص التي وكل المؤامرات التي يحيكها الخصوم لوحدتنا الترابية. نعتقد أن هذه الزيارة كانت مثالا وواجبا علينا أن ننظمها إلى مدينة العيون. وعلى هامش زيارة وفد اتحاد المحامين العرب للعيون اليوم، زار هؤلاء مقر محكمة الاستئناف، حيث اطلعوا على المجهودات الهامة المبذولة من لدن هذه الهيئة القضائية لترسيخ قيم القضاء النزيه والحدثي. وبالمناسبة وقف وفد اتحاد المحامين العرب على مجموعة من المشاريع والأوراش التنموية بما فيها عدد من ملاعب القرب المدرجة في إطار العمل على النهوض بأوضاع قطاع الشباب والرياضة، وكذا زيارة مماثلة لورش بناء المكتبة الكبرى بالعيون، إحدى الأوراش الضخمة بهذه المدينة. ذا فخر لنا واعتزاز عن المحامون ديال الدول العربية يجوا ويتضامنوا مع الوحدة الترابية للمملكة المغربية، ويطالعوا ملي على نفس الوقت في المشاريع الكاينة في المدينة. اللي مشينا زورنا، زاروا بلد الملاعب، زاروا المكتبة، وندهشوا ومبهروا لذي كامل المشاريع. وزيارتهم كانت بالنسبة لنا مهم جدا، نضع أنه المحامين ديال الدول العربية كلهم هذه مهمة أن كثير باش يجوا لمدينة العيون، واعتراف منهم بمدينة العيون عنها هي مدينة مغربية. كانت فرصة للوقوف على المسار الحقوقي الذي عرفته هذه الربوع العزيزة من الوطن، وفي نفس السياق الوقوف على ما عرفته المنطقة من منجزات اقتصادية وتنموية. وإنه لفخر كبير وتجسيد يجسد أكثر من دلالة ورمزية بأن يختتم هذا المنتدى الذي يشمل حماة القانون، أن يختتم لقاءه بمدينة العيون حاضرة
الصحراء المغربية. نماء مضطرد متطور بطبيعة الحال، لا نتوقف. لماذا؟ لأنه مطلوب كثير. بالنسبة للمكتب الدائم الذي انعقد في مدينة أكادير، والبيان الختامي سيصدر عن المكتب بمدينة العيون، هو تجسيد لموقف اتحاد المحامين العرب وللمحامين العرب والمحامين المغاربة على أن الصحراء المغربية صحراء مغربية، وأن الحكم الذاتي هو لطي هذا الملف. كانت بالنسبة لنا شراكة أكاديمية محضة لأجل تغطية هذا الحدث بالطريقة التي تمنوا أهل المكتب وكذلك الشركاء الحصول عليها، بتغطية لوضعها في الأرشيف للهيئة بأكادير. وهذه العلاقة بالنسبة لنا حنايا هي علاقة تحدي، لأنها كتمس بالعلاقات الدولية أولا في الوضع الراهي للسياسات للبلدان العربية، وكذلك فيما يخص القضية الوطنية. وجدير بالذكر بأن هذه الزيارة لوفد اتحاد المحامين العرب للعيون تضمنت الإشارة إلى جانب تثمين مجهودات بلادنا في شتى المجالات، الدعوة للوقوف إلى جانب عديد القضايا العربية بكل من فلسطين والعراق واليمن وليبيا ودول عربية أخرى. ومن مشاركة المرأة في عمل المحاماة إلى مشاركتها في العمل السياسي، إذ اختتمت بالعيون أشغال الندوة الدولية الخامسة حول مشاركة المرأة في العمل السياسي التي تنظمها جمعية جوهرة الصحراء لأوضاع المرأة والطفل تحت رعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. تظاهرة تهدف إلى المساهمة في التعريف بحقوق النساء وخلق التواصل بين نساء الأحزاب السياسية على الصعيد المحلي والوطني والدولي، وكذا المساهمة في التوعية بأهمية المشاركة السياسية للمرأة والعمل على تحصين مكتسبات المرأة التي تم تحقيقها على المستويين السياسي والقانوني. في المتابعة العالية حميميد وأبو جمعة الزاوي. تأهيل المجتمع المدني في مجال حقوق الإنسان وخاصة فيما يتعلق بالمناصفة وحقوق المرأة محور الورشة الأولى التي نظمت ضمن فعالية الندوة الدولية الخامسة، نقاش يرمي إلى تعميم ثقافة حقوق الإنسان والحث على تطوير آليات الاشتغال عليها، أهداف وغيرها كانت وراء تنظيم هذه الورشة. هذه الورشة كان الهدف ديالها على أنها تقوية قدرات المجتمع المدني فيما يتعلق بالحقوق والواجبات أو ما يعرف بالمقاربة القائمة على حقوق الإنسان، من خلال تملك هذه الاتفاقيات والمضمون ديالها، وأيضا من خلال معرفة الأدوار ديال المجتمع المدني فيما يتعلق بدعم المشاركة السياسية للنساء. وفي هذا الإطار حاولنا ما أمكن أننا نوقفوا على واحد المجموعة ديال المفاهيم اللي هي ضرورية أننا نتملكوها خصوصا كمجتمع مدني يتملكها. تم عرض جميع المواثيق الدولية، وحنا كنعرفوا بان المغرب في ديباجة الدستور نص على ملائمة تشريعاته الوطنية مع الاتفاقيات الدولية، وفي هذا الصدد تمت الإشارة الى حقوق المرأة كما هي متعارف عليها دوليا وما قام المغرب بإنجازه. وكتعرف بان المؤسسة التشريعية اليوم انفتحت على المجتمع المدني وعلى جميع شرائح المجتمع. يمثل الشباب قاعدة كبيرة في المجتمع المغربي وتأطيره رهان يمكن أن يغير شيء الكثير، ونظرا لعزوف الكثير من هذه الشريحة عن المشاركة السياسية خصصت الورشة الثانية لإطلاع الشباب على الحقوق والواجبات القانونية التي تمكنه من الانخراط الفعلي في الاستحقاقات القادمة. يعتبر الشباب طاقة ديموغرافية قوية وفرصة ديموغرافية لا تعوض بالنسبة للمغرب في هذه السنة، وبالتالي اليوم المطلب الأساسي هو تفعيل النصوص المتعلقة بدسترة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المتعلقة بالشباب، وأن هذه الدسترة المدخل الأساس هو تمكين الشباب. اليوم الشباب المغربي هو طاقة كبيرة في مستويات متعددة معرفية، وطاقة على العطاء وطاقة على البذل وعلى التضحية. هذه الورشة أعطتنا واحد الرؤية واضحة للحاضر ديالنا والمستقبل في خضم هذه الأحداث اللي كتجرى الآن في واقع الانتخابات القادمة بالنسبة للمغرب. لقينا أننا
ما مطلعينش على مجموعه من المعلومات، ما مطلعينش على مجموعه من القوانين اللي خص الشاب المغربي الا بغى يبرز في هذا المنحة ديال التغير اللي خصنا حنا نواكبوه، وخصنا نسيروا هذا التغير بمكتسباتنا. والحمد لله هذه الورشه عرفتنا على شحال من الامور اللي ما كانش في ريوسنو، ما كانش باستطاعتنا اننا نتعرفوا عليها. واختتمت فعالية الندوة الدولية الخامسة حول مشاركة المرأة في العمل السياسي بتكريم المساهمات في إنجاح هذه الدورة بهدايا وتذكارات لما بذلوه من جهد. أفاق الاستثمار والمؤهلات التي تزخر بها الأقاليم الجنوبية كانت محور لقاءات عقدتها بعثة عن جهة العيون بجدور الساقية الحمراء بلاس بالماس مع ممثلين لمؤسسات عمومية كنارية. البعثة المغربية كانت لها جولة بميناء لاس بالماس، كانت مناسبة لاستفادة من الخبرة والتجربة الإسبانية في مجال تدبير الموانئ. مراسلة من هناك لغالي القارحي وعبد الله المحمودي. ميناء لاس بالماس قطب الرحى للتنمية الاقتصادية بهذه الجزر، فهو يشكل محطة استراتيجية للمبادلة التجارية بين أوروبا وإفريقيا. وفد جهة العيون الساقية الحمراء قام بجولة في أهم مرافق ومكونات هذا الميناء، اطلع من خلالها على التجهيزات والبنى التحتية التي تميز هذا القطب الاقتصادي المصنف في المرتبة الرابعة في لائحة الموانئ الإسبانية من حيث رقم المعاملات والتجهيزات والمرافق. تمثل جزر الكناري بوابة المغرب نحو أمريكا اللاتينية، كما تمثل الأقاليم الجنوبية للمملكة بوابة بالنسبة لنا نحو العمق الإفريقي. نتمنى أن تتعزز هذه الزيارات بشراكات تعاون. داخل مبنى إدارة الميناء استمع أعضاء الوفد لتقديم عام لأهم أنشطة الميناء التجارية والملاحية والصناعية، والأرقام الهامة التي يسجلها سنويا رغم الانكماش الذي عرفه مؤخرا بسبب الأزمة الاقتصادية. كما تم استحضار أهمية الربط البحري بين موانئ جزر الكناري وموانئ الأقاليم الجنوبية لإعطاء نفس جديد للمبادلات التجارية وتطوير التعاون في مجال النقل البحري والملاحة السياحية. تجينا مع الناس ديال السياحة وجميع المجالات، وبغيت نركز على واحد القضية بأن الخط الرابط ما بين لاس بالماس وطرفايا ولاس بالماس والعيون راه حنا في حاجة ماسة ليه، لأن الناس شفناهم عندهم بغاو يجيو لعندنا وبغاو عندنا طلبات كثيرة منهم. ودابا عاوتاني كاين واحد الحاجة جديدة اللي تزاد هي صحاب الكروازير دابا بغاو يجيو باش يشوفوا المناطق ديالنا الصحراوية، يشوفوا المؤهلات اللي عندنا. الارتقاء بالتعاون الاقتصادي وتبادل الخبرات والتجارب خلاصة اتفق عليها المسؤولون ورجال الأعمال من جانبين، مع ضرورة مواصلة العمل سويا من أجل شراكة اقتصادية متقدمة ومثمرة. تطوير ودعم الشراكة الاقتصادية بين جزر الكناري وجهة العيون بجدور الساقية الحمراء محور هذا اليوم الدراسي المنظم من لدن غرفة التجارة والصناعة والملاحة هنا بلاس بالماس، والهدف استثمار طاقات وتجارب الجانبين من أجل تعاون مثمر. لقناة العيون عبد الله المحمودي وغالي القرحي. تمويا وبمقر ولاية جهة الذهب وادي الذهب القويرة، عقدت اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية اجتماعا لمناقشة عدد من المواضيع المرتبطة بالمشاريع المدعومة من صندوق المبادرة. اجتماع تم خلاله الدراسة والمصادقة على المشاريع المتعلقة بالأنشطة المثيرة للدخل في إطار البرنامج الأفقي للسنة الجارية. نبقى بالداخل، حيث نظمت اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان الداخلة أوسر دورة تكوينية حول المهارات التي تمكن الفعاليات المدنية من إدماج المقاربة الحقوقية في التخطيط. تفاصيل أوفى مع محمد تروزي ومحمد يداس. إدماج المقاربة الحقوقية في التخطيط الاستراتيجي. ضمن هذا الإطار نظمت الدورة التكوينية هاته والتي استفاد منها عدد من الفاعلين بالحقل المدني بالداخلة، دورة تهدف إلى تمكين المستفيدين منها من تملك مهارات إدماج المقاربة الحقوقية إعمالا لآليات الدولية لحقوق الإنسان، وتحديد الأهداف المتوخاة من منطلق حقوق معينة على ضوء المعايير الواردة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية والإقليمية والوطنية في المجال.
إدماج هذه المقاربة ومن خلال الدورة التكوينية اللي كانت مدة 4 أيام هي كانت العمل على مشاكل يومية وآنية يشتغلوا عليها المستفيدين من الدورة التدريبية في مجال عملهم داخل الجمعيات اللي عندها اختصاصات متعددة، لا في مجال الإعاقة ولا في مجال المرأة ولا في مجال الطفولة ولا في مجال حتى التنمية الاجتماعية والرياضية. كان العمل على المشاكل اليومية اللي تعاني منها هذه الجمعيات وكيفية حل هذه المشاكل عبر طريقة حقوقية. عرفنا الحقوق الإنسان بمعنى الكلمات، كيف ما عرفنا أن حق الإنسان بالنسبة للمجتمع العالم الثالث اللي كيتمتز به ثلاث حقوق، هي الحقوق الصلبة، حق الحياة وحق التعبير وحق التملك. وتعلمنا من مولي كذلك كيف نتعاملوا مع المشاكل الاجتماعية اللي نعيشوها في الواقع. دمنا ورشات خدينا المواضيع ديالها من المشاكل الاجتماعية اللي كنعانيوها، والحمد لله استفدنا، عرفنا شنو هي حقوقنا وشنو هي واجباتنا، وعرفنا كيفاش ناخذوا الحق ديالنا، الخطوات اللي خاصنا نمشيو تناخذوا الحق ديالنا. وفي اطار الجمعيات عرفنا كيفاش نخطوا المشاريع، عرفنا كيفاش نعرفوا المشاكل اللي تواجهنا والفجوات اللي قدامنا. الدورة التي احتضنها مقر اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان الداخلة أوسرد ودامت 4 أيام تهدف إلى تحقيق جملة من الأهداف التي تسعى وراءها اللجنة، من بينها على الأساس نشر ثقافة حقوق الإنسان والنهوض بها. في الشأن الحزبي، عقد المكتب الإقليمي بالعيون لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية لقاء تواصليا بحضور عضو المكتب السياسي للحزب يونس مجاهد. اللقاء تدارس عدة قضايا راهنة تهم الشأن المحلي والجهوي وكذا الوطني، وكانت مناسبة لحث الشباب على المزيد من الانخراط في الفعل السياسي. واحد الثقة عنه جاي باغي يطلع واحد الحزب. آخر اجتماعات ديال المكتب السياسي أنه كاين هناك محاولة لجر المواطنين. في موضوع آخر، بعد مرحلة حصاد المحصول الزراعي تمثل الحقول مكانا خصبا لرعي الماشية والإبل على وجه الخصوص. النموذج نرصده من منطقة الجريفية بإقليم بوجدور التي باتت تستقطب العديد من الكسابة خاصة مربي الإبل. ريبورتاج لبريغين العروسي ومحمد شعرة. تواجد مناطق هامة من المراعي تكسوها مجموعة من الشجيرات الشوكية والنباتات الموسمية التي لها قدرة سريعة في التجديد، وخاصة في السنوات الممطرة، عوامل تساهم بشكل أو بآخر في تنمية وتطوير قطاع تربية المواشي بإقليم بوجدور. الحية لباس عليها وحالها شايفته الناس كاملة، الحمد لله شاكرين. وهي المنطقة عامرة من البل وعامرة من الغنم. بين ما تصيد هو قبلتنا في الجنوب الشرقي، وأريدال هو في شمالنا، هاي المنطقة ديال اللي زرنا من الشرق هي من الخطور اللي في الشمال الشرقي اللي شرقي هذا مرجيلات. مراعي الإقليم تتميز بشساعتها، إذ تمثل 68% من المساحة الإجمالية لإقليم بوجدور، وتعتبر المورد الأساسي لتغذية الماشية، وتتوفر على نباتات رعوية مهمة. يمتاز إقليم بوجدور بمناطق شاسعة من المراعي، حيث تقدر بحوالي 3 مليون ديال هكتار، وحيث نجد في هذه المراعي بعض شجيرات دائمة الخضرة على طول السنة اللي كتستفد منها بالخصوص القطعان من الإبل المتواجدة بالإقليم وأيضا الوافدة من الأقاليم الأخرى. ويعد القطاع الفلاحي بإقليم بوجدور من الدعائم الاقتصادية الأساسية، وخاصة قطاع تربية الماشية، والذي يعتبر موردا اقتصاديا هاما يساهم بشكل كبير في التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمنطقة. لطالما تغنى الشعراء بالإبل كتراث محلي بالمنطقة. إطلالتنا الفنية للنشرة تعود بنا إلى فعاليات موسم الطنطان في نسخته 11، حيث نظمت خيمة للشعر شارك ضمنها شعراء من الأقاليم الجنوبية إلى جانب شعراء من دولة تونس ضيف شرف هذه الدورة. في المتابعة إياد سرتي وعبد الرحيم حاج. ساكين
على أنغام موسيقى الطرب الحساني وفي ضيافة رواق ضيف الشرف تناوب الشعراء على منصة الإلقاء لإمتاع الشغوفين بالشعر والقوافي العربية قصائد نهلت من التراث والأدب الحسانيين والموروث الثقافي التونسي. تغنى الشعراء بمشاعر الارتباط بالأرض والانتماء للوطن وبالعادات والتقاليد لكلا البلدين بحثا عن المشترك بين الثقافتين. أوجه التقارب كثيرة ومتعددة، منها الخيام بتشعر نقولوا الفليج ونقولوا القربة ونقولوا العكة ونقولوا الشكوى، ولقيت المفردات هذه عند أهل البادية. طبعا سباق الهجن يعني البل الخيل، الشعر باعتبار شعر شعبي، ثم شوي معناه فوارق ربما على مستوى المعجم اللغوي. وهذا الغنى الحساني هو فيه أدبيات، هو كلية أدبية. هذا الشعر الحساني شماه فيه خاصه ياس، وحد ما سمع وحفظه ياك سمعت يقد يعود دائما خاصوش، وهو جزء لا يتجزع من كلامنا، لا كلام احنا نقبضوه يوزن، حد عنده موهبة ويعود كيف الياقوت ما دام منثور ينقبض منه ذاك وينقبض منه، ومنين يعود موزون به للوزان والمغني يقبض الكلام الحر، الكلام اللي يصنت له ويوظف طلعه والله يوظفه في قاف. وشعرهم حقيقة يطربنا، ولو أن لازم يخصنا الكثير عن نفهم الكثير من أسرار ومعاني الحقيقة الذهبية، ونتمنى أن يكون بيننا وبينهم وبين الدول المجاورة كامل، المغرب العربي والمغرب والعرب ككل، أن يكون بيننا تداول القصائد وتداول المعاني وتداول الصدقات وارتباطات تكون مباشرة. هو مزيج بين ثقافتين تختلف الأنماط والمعاجم والإيقاعات، لكنها تتشارك في الاحتفاء بمظاهر الحياة الصحراوية بعاداتها وتقاليدها وما تكتنزه من فنون تعبيرية، وتجسد لمفهوم التنوع الثقافي وقيم الانفتاح والتسامح. قول عندي عيب الدار راعيك يلبيع والعيب عاره، على كل حر يحميك على قدر ومقداره، وكانوا فيك الرويان وفيك يلبيع والخير مغطيك ولمها فيك وكان مقليك ربراب وينهم في عشاره. اليوم هو اليوم العالمي بدون تدخين، مناسبة للتحسيس والتوعية بأضرار هذه الآفة بالعيون. نظمت جمعية أطباء الجهة سباقا في رياضة المشي لمسافة 5 كيلومترات، وذلك تحت شعار يوم بدون تدخين وبدون سيارة، وعرفت مشاركة مكثفة من شرائح مختلفة من المجتمع. المزيد من التفاصيل مع محمد بتاح والتراد بوساتي. العيون كانت على موعد مع سباق المشي المنظم من طرف جمعية أطباء جهة العيون بوجدور الساقية الحمراء الذي يتزامن مع اليوم العالمي للتدخين، حيث عرفت هذه التظاهرة مشاركة جميع شرائح المجتمع إضافة إلى ضيوف المدينة من محامين من كل بقاع العالم، وقد وصل العدد لأكثر من 600 مشارك. هذه المناسبة المهمة من طرف المنظمين الذين اختاروا لها شعار يوم بدون تدخين وبدون سيارة. هذه التظاهرة مباركة كثمرة لأيام طبية لمدينة العيون بوجدور الساقية الحمراء، والتي ارتأينا أنه بعد يومين من الندوات والموائد المستديرة أننا نختموها بواحد تظاهرة رياضية في اليوم العالمي لمحاربة التدخين، ولكي يصادف 31 شهر ماي 2015، واللي الهدف منها هو تحسيس الساكنة بالأضرار ديال التدخين. سباق ديال المشي وذلك للتحسيس بمحاسن الرياضة من جهة ومخاطر التدخين من جهة أخرى، وهذه تتكون بادرة طيبة لتنقوم بها هذا اليوم، على غرار جميع المدن سواء المغربية أو العالمية، لتتحتفل حتى بيوم بدون دخان، يعني بدون استعمال السيارة. الأجواء العامة لهذا الحدث الرياضي الذي مر بأهم شوارع مدينة العيون بوغية بعث رسالة واضحة المعالم من طرف المنظمين وكذا المشاركين بالأضرار الخطيرة للتدخين على صحة المواطن.
حتى نتمنى ان شاء الله باش هذه تكون بدايه للساكنين ديال العيون باش يبقاو يجاولوا رياضه المش، لان الرياضه كلشي كيتكلم عليها فهي رياضه صحيه وايجابيه اللي كتعطي للانسان واحد الصحه جيده اللي يمكن ليه يزاول جميع الاعمال ديالو. المبادره من اجل منع التدخين ان شاء الله والتقليص منه، وتكون يوم اللي يكون ان شاء الله في المدن المغربيه جميعها لأجل إنشاء يوم من غير سيارة ومن غير تدخين. هذه المبادرة هي الأولى في مدينة العيون، ونتمناوها تعاود وتكرر في العيون وفي جميع المناطق المغربية. هكذا مبادرات ستساهم لا محالة في تطوير عملية التواصل داخل المجتمع بمشاركة جميع الفئات العمرية، وهي نقطة تحسب للمنظمين الذين جعلوا من الرياضة نواة أساسية لإيصال رسالتهم. ومن يوم عالمي بدون تدخين بالعيون إلى يوم حافل لنساء الكرويات بالعيون، فرياضيا فاز ممثل الأقاليم الجنوبية في كرة القدم النسوية الفريق البلدي النسوي ببطولة هذا الموسم بعد فوزه في المباراة الأخيرة على فريق الجيش الملكي، وقد خصص للفريق النسوي بطل الموسم حفل استقبال جماهيري حاشد بمدينة العيون. مجددا هنيئا لممثلات كرة القدم النسوية. تلتقون بعد هذه النشرة مع سهرة فنية أقيمت ضمن فعاليات مهرجان موازين الإيقاعات العالم المنظم بالعاصمة الرباط. جديد الصحف الصادرة يوم غد الاثنين في قراءة لعياد السرتي. نستهل قراءتنا لجديد الصحف الصادرة يوم غد الاثنين من يومية الصباح، وكتبت وضعت نقابة مانوس ليمبياس صاحبة أكبر تمثيلية بين الموظفين العموميين في إسبانيا شكاية لدى المدعي العام بمحكمة مدريد المكلف بمحاربة الفساد، مطالبة بالتحقيق في الاختلاسات والتحويلات التي قامت بها جمعية تدور في فلك الجزائر والبوليساريو. وكشفت الصباح النقابة الإسبانية المعروفة برصدها لكل مظاهر تبديد المال العام طالبت الحكومة والسلطات القضائية المختصة بالكشف عن مصير 20 مليون يورو من المساعدات الإنسانية الموجهة لساكنة مخيمات تندوف، وطالبت المنظمة بفتح مسطرة قضائية ضد مرتكبي هذه الجريمة في حق دافعي الضرائب الإسبان. صحيفة هيسبريس كتبت في آخر مستجداتها الإخبارية منية اللعبة الدبلوماسية للبوليساريو التي تحركها الجزائر بكبوة، وصارت تعيش أسوأ أيامها خلال السنوات الأخيرة بحسب ما أورده منبر موالي للبوليساريو في تحليل له، وكشف أن من الأمور التي فاقمت الوضع حصول تهافت على تمثيليات الجبهة في بعض الدول الغنية، حيث أصبح الهم الشاغل الظفر بالأعطيات والهدايا التي لا يعود شيء منها إلى المحتجزين بتندوف. وأضافت هيسبريس استنادا لما ورد في المنبر الموالي للبوليساريو أن هؤلاء يرفضون التخلي عن مكتسباتهم لتبرز ما بثت تسمى دبلوماسية جمع الثروة، حتى أن زعيم الجبهة نفسه محمد عبد العزيز ما عاد قادرا على معالجة الأمر ليؤجج هذا غضب في صفوف الجبهة، ويبقى الهم الواحد والوحيد داخل المخيمات هو الاغتناء على حساب ساكنة مخيمات تندوف. يومية الأخبار كتبت في عددها الصادر يوم غد الاثنين أن مجموعة إمغران الأمازيغية حضرت أغنية جديدة مهداة بالأساس إلى الأسرى والمحتجزين بمخيمات تندوف، وحملت الأغنية الجديدة عنوان رسالة تندوف، ينتظر أن يكتشفها الجمهور خلال الحفل الذي ستحييه بمهرجان موازين. وذكرت الأخبار بأن اشتغال المجموعة للعمل الجديد يأتي إيمانا من المجموعة بالدور الذي يمكن أن تلعبه الموسيقى في الدفاع عن القضايا والثوابت الوطنية، وفرصة لتسليط الضوء على المعاناة الإنسانية التي يتكبدها المغاربة بمخيمات تندوف. ملان فإلى الفقرة الخاصة بالمشمولين برحمة الله، إذ انتقل إلى عفو الله تعالى المرحوم بدة والسالم والديدي عن سن يناهز 70 عاما. الفقيد ينتمي لقبيلة البويهات. كما انتقل إلى عفو الله تعالى المرحوم البشير السويح عن سن يناهز 46 عاما. الفقيد ينتمي لقبيلة الزرقيين شتوكة. وانتقلت إلى عفو الله تعالى المرحومة العالية من تحمد ول الفاضل عن سن تناهز 50 عاما. الفقيدة تنتمي لقبيلة رقيبات السواعد.
تغمد الله الجميع بواسع رحمته وأسكنهم فسيح جناته وألهم ذويهم الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون. أما الآن فإلى الورقة الخاصة بأحوال الطقس غدا إن شاء الله. سيظل الطقس مستقرا مع سماء صافية إلى قليلة السحب. الحرارة الدنيا غدا إن شاء الله 23 درجة بأوسترد، 14 درجة بجليمين. بالنسبة للحرارة العليا غدا إن شاء الله ستتراوح 34 درجة بأسة و22 درجة بكل من طنطان وسيدي إفني. بالنسبة لحالة البحر غدا إن شاء الله وعلو الموج، سيكون البحر هائج وستتراوح ما بين 1.50 إلى 2.50 جنوب الطرفعة. شروق الشمس غدا إن شاء الله على الساعة 7:02 وغروبها على الساعة 8:38. غدا إن شاء الله ببعض المدن المجاورة والعواصم 28 درجة بالرباط، 25 درجة بنواذيبو، 44 درجة بنواكشوط، 35 درجة بتندوف. قبل الختام نذكر مشاهدينا الكرام أنه يمكن لمن فاتته متابعة نشرة الأخبار أيام الثلاثة الماضية متابعتها على موقعنا على الإنترنت snrt.mr، كما يمكنكم متابعة البث الحي لقناة العيون وإذاعتي العيون والداخلة الجويتين من خلال زيارتكم للموقع المجلسي الملكي للشؤون الصحراوية كوركاس.com، كما يمكنكم متابعة نشرات الأخبار وجديد البرامج عبر الآيفون وهواتف الأندرويد، ذلك بتحميل التطبيق المجاني لقناتي العيون من الأبل ستور وجوجل بلاي. كما تعاد هذه النشرة غدا على قناتي المغربية. إلى لقاء غدا إن شاء الله. التلفازه جديده جاري، الله يبارك فيك. دابا هاد التلفازه هادي ما فيهاش نظام بث رقمي والسينيال القديم ما غيبقاش خدام، وغادي يجي في بلاصتو سينيال رقمي جديد. وهاد المساله كتهم جميع الناس اللي التلفازات ديالهم ما مجهزينش بالنظام البث الرقمي الارضي TNT. وفوقاش هادشي ابتداء من 17 يوليو واجي شوف لي التلفازه ديالي. عاف مرحبا. داخل وخارج بيوتنا كلشي تغير وجا وقت رقمي. التلفزيونات الوطنيه حتى هي تطورات وغننتقلوا للبث الرقمي ابتداء من 17 يونيو 2015.